خير لاباس عليكم، كي درتو لاباس عليكم؟ مبروك العواشر، رمضان كريم ان شاء الله، باش متمنيتو الصحة والسلامة وطول العمر. وكنشكر جميع المتابعين الكرام من ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التفاعل ديالكم مع القناة، والله يكبر بكم والله يحفظكم دنيا واخرة. شوفوا العبدي راه راكب افيكو، هذه الواحد المناسبة واحد الصدقة. هو المهم انا عمر منو طبعا انا في منطقة عبده كيف ما كتشاهدوا، هو الحصاد دابا غيبدا. حنا قلنا غير نشاركوا معكم هاد الاجواء وتشوفوا الدنيا كيفاش دايره، بما ان موسم الحصاد وصل الله يكمل بخير و... ويسر الامور الفلاحه حتى ما مسك رمضان بالتمارة، الله يسهل عليهم. الحمص كيف ما كتشاهدوا، احنا قربنا معكم الصوره ديال الماكينه ديال الحصاد كيف ما كتشاهدوا. هذه الاجواء ديالتنا ديال اليوم بالنسبه للدجاج، هو هذا كيف ما كتشاهدوا. عندنا 40 طير ديال الدجاج غادي نطيبوها ان شاء الله. بالنسبه للقامه ديال الدجاج هي هذه كيف ما كتشاهدوا، راكم عارفينها وفيت مني مشاركه معكم. الدجاج هو هذا كيف ما كتشاهدوا، حنا شرمناه. الدجاج انا رديته فوق الفرن يغلى باش غادي نشعل الفاخر ان شاء الله وغادي نردو. هنا اللحم ان شاء الله تا هو كيفاش غادي نجمعوه ونديروا ليه القامه ديالته، هو هذا اللحم كيف ما كتشاهدوا. بالنسبه للحم انتم كيف ما كتشاهدوا انا جمعته،
دابا باش غادي نجمع العطريه وندير عليه. بالنسبه للقمه انتما كيف ما كتشاهدوا احنا رميناها ديال الحمض باش غنشعلوا عليه. لا بالنسبه للدجاج ها هو كيف ما كتشاهدوا هو هذا شويه وغادي نخرجوه. الناس راكم عرفتوا الطريقه ديالتهم، كنغسلوهم كنسلقوهم كنقطعوهم راه باينه ولطيفه سيره كتشطب. كنحيدوا التشطيبه من بعد ما كنساليو وكنردوا الطناجر ديالنا، دوك البقايا اللي كتبقى كنحيدوهم. هذا هو المكان ديال العمل كيف ما كتشاهدوا على الطبيعه، ها عادي جدا تبارك الله على لطيفه. الله يبارك فيك. الناس كتسلم عليك. الله يبارك فيك، قالت لكم لطيفه سلم عليكم الخير ومبروك عواشركم. الدجاج هو طاب كيف ما كتشاهدوا. انا الدجاج راه ما كنخرجوش، ها انتم كيف ما كتشاهدوا كنورك عليه هنايا. صافي راه الدجاج طاب. دابا باش غادي ننزلوا ان شاء الله فوق الطوابل اللي ينشف ونديروا تحت، يعني نديروا في اللاطه ونخشي تحت الفرينات تتحمر. وهل عبد السير كيدير في فطورو؟ الفطور غيجيبو لينا ماشي مشكل، ولكن غندير واحد الطويجي ديال الكفته. كنطحنها بالحادقه كيف ما كتشوفوا. شوفوا الحادقه اش كدير. الدجاج كيف ما كتشاهدوا هو هذا، ها هو قلبناه. دابا باش غادي نعاودو نرجعو للفرينة. تبارك الله على خالتي لطيفة. الله يبارك فيك. المتتبعين كيقول لي ديما سلم عليك على بنت خوتي على الفنان. سلم عليهم الخير والرحمة. الله يبارك فيك. الدجاج اللحم نشوفو ناسيش. صافي مزيانة هذي. الدغميرة هذي. الزيتون ها هو هي كيف ما كتشاهدوا. الدغميرة ها هي هي. سارة كتشحر. هنا ان شاء الله باش غادي القناصيوم هادو قطعناهم. الدجاج هو اللي باقي عندي كيتسقطر. هنا باش غادي ندير البرقوق ان شاء الله، وكنعسلو بالقالب ديال السكر والزهر والقرفه وواحد الطريف ديال الحامض وشويه ديال الزيت او الزبده باش يبقى اللون ديالو لامع. بالنسبه للطناجر اللي طيبنا فيهم الدجاج هما غسلناهم. الدغميره هي جمعناها في طنجره وحده كيف ما كتشاهدوا، ها هي كتشحر تشرب على خاطرها. المغرب دابا راه دوا. الطناجر الاخرين ها انتما ديال اللحم كيف ما كتشاهدوا. الله اكبر. البرقوق هو هذا. الله يتقبل منا ومنكم، يا ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. هو هذا هو الفطور ديالنا. مرحبا بك خالتي لطيفة. فطورني انا وخالتي لطيفة نفطروا على وحدنا حنايا. طويجي اللي طيبت ديال الكفتة شاركوا معاكم غير بالبصلة والربيع والعطرية ديال عادية، عطرية بلدية ما فيهاش لا زواق لا نفاق لا والو. هذه الحريرة جابوها لنا الناس الله يخلف عليهم. كرواس البيض بلدي، المخمار البغرير ديال بغرير بلدي ديال القمح هانتوما كيف ما كتشاهدوا. تبارك الله وصل عندي. شوفوا كيفاش داير البراد ديال اتاي، الغلاي ديال القهوه. وهذا هو فطورنا ان شاء الله، ونتمنى ينال اعجابكم ويكون عند حسن الظن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله في قناه الطبخ مع عزيز العبدي. هز وليدي هز. اش تاكل يا ولدي؟ مرحبا بكم. هادو ناضين؟ ناضين. ما كاين على البارطاج، ما كاين على البارطاج. هاكا ودي عبد القادر هاك بسم الله. عزيز العبدي. عزيز العبدي. انا كنت هاود على البارطاج. وهي مسكينة. عزيز العبدي. ولا لا يحاشمنا، الله يجيبنا معكم ديما الصغار، ربي يخليك. الله يكبر بك اختي، الله يحفظك. Okay.
حسين. حديت تهزوا لي شي طبسيل بلا برقوق قدري. على حسابي. الضحكوا الضحكوا فيا الناس. يقول لك راه صايم. سير سير بركة. الناس يقولوا الفيل بلا عبد الصمد. هاك هاك عبد الصمد. Ne zaman?